السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم كريم عامر. طبعا دي يا جماعة قناة إن شاء الله بإذن الله هنشتغل فيها، وفي القناة التانية الأساسية قناة كريم عامر بإذن الله، نظرا لأن التانية فيها مخالفة أسبوع، وإن شاء الله هننتهز بقى الفرصة ونشغل القناة دي أيضا، وبالتالي يكون في فيديو هنا وفيديو هناك علشان بإذن الله نقدر نشتغل على القناتين في وقت واحد بإذن الله. لكن أما بنزل هناك فيديوهين يوميا بيكون الفيديوهات ما بتوصلش لكل الناس والكلام ده، وبالتالي لما ننزل هنا فيديو وهنا فيديو يبقى إن شاء الله بإذن الله يبقى كده الموضوع بقى كويس بالنسبة للجميع، حتى يجي لك على الأقل إشعار فقط. تمام، اولا كده مبروك للناس اللي سجلت معايا في عملة او في اردروب بي تي سي ام، زي ما شايفين يا جماعة 2800 قطعة من العملة وصلوا لي اهوت على الماي ايثر وولت الخاصة بيا، وصلوا لي اهوت 17/2/2020 الساعة كذا. مبروك على كل الناس. طبعا الاردروب ده انا كنت هنا وضعته هنا في القناة، وضعته هنا في قناة التليجرام، ما كنتش شرحته على القناة، كنت وضعته هنا في قناة التليجرام وقلت اردروب هينتهي بكره يا جماعه اهوت يا جماعه. لا ده عمله الكريد. تمام، على العموم انا كنت وضعته هنا اهوت، السلام عليكم اشتركوا في الاردروب ده هينتهي بكره، وزي ما انتم شايفين اهوت انا كنت نشرته بي تي سي ام. مبروك على الناس، ان شاء الله لما العمله تنزل التداول باذن الله نقدر نبدلها ان شاء الله باي عمله احنا حابين. ندخل بقى في شرح النهارده. تمام، شرح النهارده يا جماعه زي ما شايفين هو عن موقع بتريد، موقع بتريد اللي احنا كنا شرحناه في القناه الثانيه، وهل لسه بيدفع والكلام ده كله هنقوله في الموقع. اول حاجه كده تعالى اوريكم اخر اثبات سحب خاص بيا، اضغط على اليوزر نيم، بعد كده اضغط على اكونت هيستوري. زي ما شايفين سحبت هنا امبارح اهوت 100,000 ساتوشي من عملة البيتكوين اهوت، وبالفعل وصلوا لي يوم 16/2/2020. لو ضغطت على كلمة مني وبعد كده رحت على الداشبورد، الناس بقى تسألني هل نستثمر او نضع استثمارات جديدة في الموقع ده. الموقع ده يا جماعة شغال بقى له فترة، والموقع ده مش من المواقع اللي لها شركات على ارض الواقع. تمام، وبالتالي انت ما تزودش استثمارك في الموقع ده. شوف انا بحذرك وبقول لك ما تزودش استثمارك في الموقع ده بما اكتفيت، بما اكتفيت يعني انت وضع مثلا 50 دولار في الموقع، وضع 20 دولار زي في الموقع، انا كنت وضع 20 دولار، وبالتالي اكتفي بالاستثمار اللي انت حاطه في الموقع، لان في ناس اشتكت من الموقع وقالوا الموقع بيقفل بعض الحسابات وما بيوصلش السحب لبعض الاشخاص. هنا زي ما انتم شايفين هنا الراجل طبعا كان بيدينا ما تجيهاش، تقدر تعدم بهم على عملة اليو اس دي وعملة البيتكوين. الناس اللي ما اشتركتش في الموقع ممكن تشترك في الموقع عادي دلوقتي. لو ضغطنا هنا على كلمة جيفت، كلمة جيفت يا جماعة زي ما انتم شايفين هنا الراجل هنا بيدينا جيفت كارد يوميا، يا اما نربح 1 سنت، يا اما نربح الربح ده يوميا، يا اما ناخد 1 تيكت، يا اما نربح 5000 ساتوشي من عملة البيتكوين. لو ضغطنا هنا على جيت جيفت هيقول لي انت اخدتها النهارده، كان عندي جيفت واخدتها بالفعل النهارده. هنا طبعا جيفت ليفل 2 وجيفت ليفل 3، الهدايا طبعا تختلف في الموقع ده. لو رحت هنا على كلمة بارتنر هنلاقي ده رابط الاحلاء الخاص بينا، هو بيقول لنا انت معاك 78 شخص سجلوا من خلالك، ربحت من خلالهم 2 دولار 34 34 سنت، لان كل صديق بتسجل من خلالي تمام انا باخد 3 سنت، وباخد كمان هنا لو عندك كمان قناة يوتيوب تقدر لو عملت اذاعة ب 10 دولار زي ما انت شايف، ووضعت له اللينك هنا هتاخد تمام زي ما انتم شايفين هنا، يدوب علينا هنضع رابط لينك الفيديو وهتاخد 10% من اي اذاعة انت عملته، لكن انا وده رابط الاحاله الخاص بك. وبالتالي الموقع ده يا جماعه بالفعل هو دفع لي انا تمام، لكن في بنصحك ما تزودش استثمارك في الموقع ده مهما قال اي عدد من القنوات قالوا لك استثمر في الموقع، الموقع تجني ارباح مش عارف ايه، ما تستثمرش وما تضعش اموال بقى زيادة عن اللي انت وضعتها في الموقع ده. وبكده نكون انتهينا من شرح الموقع ده بالكامل. طبعا هنا عندك الوزدرو، لو ضغطنا على الوزدرو هيقول لنا حد الادنى للسحب من عملة البيتكوين هو 100,000 ساتوشي من عملة البيتكوين، اللايت كوين مليون تمام، هنا اليو اس دي الدولار هتلاقيه 1 دولار، وبالتالي انا انصحك تعدل على عملة الدولار لان الحد الادنى للسحب فيها هو 1 دولار فقط.
وفي النهاية أشوفكم بإذن الله في فيديو قادم إن شاء الله. ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو، اشترك في القناة علشان بإذن الله نوصل لـ1000 مشترك في أقرب وقت، ونشغل القناتين بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.